شوف كان ممكن نشوف اول اهداف المباراه، لاحظ الكره وبالتالي الكره تغطيه سليمه من الحارس والمدافع والكره تبعد الى خارج الملعب. شوف محمد قاسم وابراهيم بايشن متراجع الى الخلف وفهد طالب ومرمى القوه الجويه ينقذ من كره خطيره بالسلامه ان شاء الله. اللاعب احمد جلال يشكو من اصابه، احمد ابراهيم ايضا يشكو من اصابه بالسلامه ان شاء الله للاعبين. احمد جلال بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. اليوم يعني شفنا إصابتين لحسين جبار ولمحمد قاسم نصيف، ونتمنى السلامة لأحمد جلال اللي يشكو من إصابة. ما عنده تغيير بعد، يعني ما عنده إمكانية أن يجري تغيير. ويذكرني هذه الحالة في مباراة القوة الجوية والشرطة ضمن المرحلة الثانية اللي جرت يوم 14 عام 95، قبل نهايه المباراه تم طرد حارس مرمى الشرطه عماد هاشم من المباراه، وكان نادي الشرطه قد استنفذ تبديلات، استنفذ لاعبين، كان التغيير لاعبين. قام فريق الشرطه باخراج لاعب ثالث من الفريق وادخال حارس مرمى احتياط، لكن اعتراضات لاعبين لاداره القوه الجويه وتوقفت المباراه، واجتمع الحكم والمشرف، وبعد المداولات تم اجراء التبديل وسط اعتراضات لاعبي القوه الجويه. لم تنفع الاعتراضات وانتهت المباراة بنتيجة 2-2. الآن الشرطة عنده تغييرات، لا الشرطة عنده تغييرات، أقصد فريق القوة الجوية اللي يعني أنا وين رحت، الشرطة استنفذوا ما استنفذوا، حتى القوة الجوية بعد عندهم تغييرين. الشرطة استنفذوا تغييرين ثلاثة صار عندهم، الجوية باقي عنده ثلاث تغييرات. يعني دخلوا الشرطة أنت وقعت للجوية، لا باقي للجوية تغييرات ولم يستنفذ أحد. الآن عتم تبديلات أحمد جلال. الشرطة أجروا ثلاث تغييرات بدخول أوساغونا وأمجد عطوان وأيضا اللاعب علاء مهاوي، وباقي عتم تغييرين وعتم فترتين للتغيير ما بين الشوطين. بدخول أوساغونا لم تحتسب فترة تغيير، باقي عتم فترتين، لكن القوة الجوية باقي عنده فترة واحدة للتغيير وعنده ثلاثة لاعبين. هذا هو أحمد جلال، والكرة المشتركة مع أحمد إبراهيم. بعض الأحيان يعني التداخل، يعني كنت أتوقع التغييرين للقوة الجوية، لا التغييرين للشرطة، وباقي للشرطة تغييرين. هذا هو محمد قاسم ماجد لاعب نادي الشرطة، وبالسلامة للاعب أحمد جلال. يبدو الإصابة بالغة، وتمنياتنا بالعودة السريعة لأحمد جلال. نشوف هل هناك تغيير الآن يجري، ربما سيدخل اللاعب